فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يقول: هل يؤخذ من هذا اسم لله سبحانه وتعالى، وهل يجوز التعبيد به؟ لا، هذا ما هو من باب الاسم، هذا من باب الإخبار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، لا من باب الاسم لله. نعم.